كركوان المدينة البنيقية، كركوان مدينة الأحياء. كركوان هجرت بالكامل خلال الحرب البنيقية الأولى. لا أحد أعاد بناءها ولا أحد قام فيها من جديد. إنها المدينة البنيقية الوحيدة في البحر الأبيض المتوسط التي يوجد فيها كنز من المعلومات عن العمارة البنيقية. وهي بدون جدال وثيقة نفيسة لطريقة عيش سكان شمال إفريقيا في العصر القديم. مدينة كركوان المدينة البنيقية الموجودة في الرأس الطيب شمالي تونس في منتصف الطريق بين قليبيا والهوارية، والتي تم اكتشافها بطريقة عفوية سنة 1952. سنسافر معاً إليها لاكتشاف مدينة الأحياء، مدينة كركوان المدينة البنيقية المتفردة.